التعليم بني سويف الأول في الملتقى الفكري للمتفوقين والموهوبين. وفي بني سويف فاز قطاع التعليم بالمحافظة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الملتقى الفكري للطلاب المتفوقين والموهوبين للعام الدراسي الحالي على مستوى المرحلة الإعدادية. وأكد محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف تقديم الدعم والرعاية اللازمة للطلاب المبدعين للارتقاء بأعمالهم في مجال موهبتهم، وقدم التهنئة للطالبة ريم إيهاب عبد الله من مدرسة الحديثة الإعدادية بإدارة بيبا التعليمية لتفوقها في المسابقة.